يوم جديد يوم جديد دونا. يا الله صباح الخير. الساعة كم الحين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سالفة يا جماعة، اليوم بإذن الله يكون أول يوم بالنادي واحد تمرين. طيب بدري الصباح، فطور حركات. طيب فطور اليوم لا لا جد مو زي دائما، بنسلك بيضتين. كل اللي سويناه حطينا ماي وفتحنا الفرن وحطينا بيضتين وانتظر. يا صباح الخير، هلا بالزين، هلا باللي صاحيين بدري. شوفوا دائما تيجي يا جماعة، هذه السمكة تاكل بطريقة غريبة، شوفوا كيف تتهاوش مع الأكل. بالعافية. لاحظت ان آفا كانت دلوعة، تيجي تاكل كذا شوي شوي حبة حبة. شوف الالتهام هنا كيف. طبعا قالوا اعطيها 5 حبات في اليوم. ثلاثة. نيجي هنا بعد 10 دقايق توقع كذا خلاص. ناخذ بيضة. السلام عليك. صح يا جماعة، أبغى أشكر كل المدرسين لأن يجون كثير من أصحاب ثنيان يقولون اليوم كان عندنا حصة فراغ والمدرس شغل لنا مقاطعك. طلاب ثنيان يقولون المدرس اليوم جاب طريق وقال تابع ثنيان خالد، فأنا أشكرهم على الثقة هذه. وأي مدرسة تشوفونه وتعرفونه يشوف يقولون إحنا من أصحاب ثنيان وثنيان يسلم عليك. طيب المرة الجاية خلي أكثر من 10 دقايق، خلي ربع ساعة تقريبا. الله يا زين قمت صبح. كثر ما هو بدري حتى البقالة هذه ما فتحت. أول مرة نيجي يكون كذا كل شيء مقفل. والله شعور غير لما تصحى الصباح. شكرا جاش، كل شيء مقفل بهذا الوقت. طبعا النادي مقسم قسمين، قسم خاص للحريم وين الباقي. هذا واحد الحريم، شوفوا كيف مغطى ما دخلهم من هناك. شيء كويس والله عندهم يهتمون بأشياء زي كذا. Good morning جاش. يكون خلصنا اول يوم تمرين يا جماعه. من اول يوم جه يقول ايش الحديد. حديد مين؟ اثقل شيء شلناه الاسبوع اللي راح تلفزيون. اليوم كان تمرين خفيفه لكن دخلنا التمرين والواحد بعد 89 يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاليا عندنا 45 دقيقه قبل ما يبدا دوام. فايش بنسوي في هذا الوقت؟ ربع ساعه عندنا ان شاء الله راح نخلص المونتاج. مونتاج ايش ثنيان؟ بقول لكم يا جماعه دخلنا تحدي من بدايه شهر اكتوبر. تحديت الاشخاص اللي في سناب ان نرفع بهذا الشهر 26 فيديو، وحاليا تاريخ 3 اكتوبر وهذا الفيديو الثالث. لما شرينا سرير وركبناه. الحمد لله كذا يكون خلصنا ورفعناه على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، شكرا جزيلا شكرا طيبين. اخذ 5 دقائق اكثر من الوقت اللي توقعناه. ان شاء الله نستمر ونكمل 26 فيديو هذا الشهر. شو اللي بعده؟ فقط خويا ثنيان ونطبخ لاننا جوعين جدا. شفت انه في وقت نطبخ فيه، بس زي ما نقول دائما كل مشكله حل. خذك موزه وفندي، صبر نفسك المحاضره، ولما تطلع كل على كيفك. هسه اهم شيء نستمر على التحدي. ناخذ الاشياء ونحطها في الشنطه وعلى الدوام. الجو اليوم جميل ويساعد انك تطلع بالسيكل. مجانا اذا احد يبغاها. الحق 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 الحق. الله على المزرعة، الله على الحركات، كل شيء عنده ما شاء الله. صور فلوق هنا. هذا والله تصقع فيه مو بس ياكلك، الاسنان صدت. حط السيكل هنا ونلحق على الكلاس. Thank you.
طيب يا جماعة كذا يكون خلصنا دوام لليوم. بس شفت الطالب اللي معي؟ هذا طالب من سوريا جلس يحكي لي قصة، يقول لي كيف طلع من سوريا على الأردن وبعدها من الأردن على تركيا وكيف جاء على كندا. حاليا الحكومة الكندية هم يتكفلون كل شيء، يدفعوا له فلوس دراسة. كان يقول لي قصته وكيف كانوا يمشون. قلت له كويس، ممكن تقولها بصورها بحطها فلوج؟ قال لي لا، احنا ممنوعين نقول اي شيء، ما اقدر اقول ادري ليه ممنوع، لكن يلا يا جماعة جوعانين جدا. صح باقي الموز، الحمد لله ما زالت الاشواق منفسه. كان شمس اليوم، طلاب اغلبهم جالسين هنا. حاليا نقول على البيت. شو خطوات المشاة هنا؟ حركات من الحين بدأ تجهيز الهالوين. ايش حاطين عند الباب؟ اليد حاطين شبك على الجار. شوفوا فوق، اتوقع على اول بيت يجهز. باقي 28 يوم على الهالوين. كل شخص قال لي اثنين بينتهي تامين السياره، جددناه لما 2/1/2018. اخ لو كان واحد بس، يعني ان شاء الله بعد ما يكون خلصنا من تحدي 90 يوم نروح نجدد التامين. يعني تحب تسولف كثير انت صح؟ ممكنك جوعان؟ الله، ايش السجاده الجديده، ايش الحركات يا جماعه؟ الفلوقات اللي راحت قالت التعليقات نظف عند الباب وليه كذا وسخ عند الباب، لان هذا البيت مساحته اقل من البيت اللي راح، صار عندنا اشياء كثيره. والكنب اللي حطيته برا هذاك اليوم ما حد اخذه لما جو اللي ساكنين فوق، قال طيب ما ودك تشيله خليه برا اللي يبغى يجلس. المهم بدينا ننظف حبه حبه، شرينا السجاد ونشيل الاشياء اللي ما نحتاجها، وبيكون هنا ان شاء الله مكان مزرعه الامل الجديده. بس احنا كل ويكند نرتب شيء، وهذا الاسبوع باذن الله مخططين نخلص كل شيء. ما مزرعه الامل اول شيء بنسويه قبل كل شيء بنصلي. صلي خلص صلاتك وابدا اشغالك، لانه بتكون سبب توفيق من ربي. طيب يا جماعه اخيرا جينا فقط خايف نيان. الله بالي، الله حرك يدي، شوفني بكره كذا اقوم الصباح، بعد من بكره بيبدا الحديد. حلو حلو، نبغى نغير خيارات 90 يوم سوي اللي نقدر عليه. بالنسبة لفقرة خفايف ثنيان اليوم، كل اللي نحتاجه بس شيئين، صدور دجاج وبصل. اليوم بثتين، الحين صدور دجاج. في البداية قطع البصل يا الذيب. هذه مرة بس بناخذ نص بصلة. دائما خذ بصل على كمية الدجاج اللي بتطبخ. نفتح الكهرباء. في البداية ناخذ زيت زيتون نحطه هنا. بعدين شو نسوي؟ ناخذ الدجاج ونغسله. شوف ورق الدجاج يكون هنا مكتوب. كل 100 جرام فيه 23 جرام من البروتين، يعني مره كويس. بعد ما صار الزيت حار ناخذ البصل اللي قطعناه وبعد. طيب في هذه الحاله شو نسوي؟ قطع الدجاج، تحاول تقطع على قطع صغار ونضيفها هنا. وقبل ما يستوي بشوي خذ جزر مبشور وضيف عليه. ضيف عليه، بعدها خذ فلفل اسود، بعدها كمون، وبعدها ثوم مطحون، والحين نخلط. ناخذ بعدها شوي من الذرة نضيف عليه بعد. يا سلام، كذا لك يكون جاهز. بعد اجيب المعتاد كذا حط شوي على الجنب. كذا يكون انت اكلنا، عباره عن دجاج وبصل وجزر وذره وسبانخ. تبغى تضيف عليه سندويش وتاكله، تبغى تاكله زي كذا اللي تشوفه مناسب. ثانيه كل هنا بعد، جيب اللابتوب مره واحده. تعال يلا نجلس ناكله. بسم الله، اكله كلها على بعضها ما تاخذ ربع ساعه، شيء لذيذ وصحي. طيب يا جماعه الحمد لله بعد ما خلصنا اكل، ممكن يسال بعض الحين ثنيان ليش طلعت برا؟ بوريكم اهم مزايا شفتها بجوال جالكسي الجديد نوت 8. اول شيء لما نيجي نفتحه بصمه الوجه، ما في حط اصبعك كذا دقيقه واحط الباسورد لحد يشوف، ارفع على فوق يفتح لك الجوال. كوني انا شريت كاميرات كثيره واصور فلوقات، للامانه افضل كاميرا جوالات تصور هذا بدون منازع. شوفوا ما شاء الله تبارك الله كيف تصويره واضح. تصور صوره كثير ممكن ما يبغون يصورون فلوقات، يبغون يصورون اشياء على اليوتيوب، لكن يقول لك يبغى له كاميرا ويبغى له لابتوب، لكن بهذا الجوال كل شيء موجود. كيف يا ثنيان؟ شوفوا يا جماعه نفتح الفيديو ونصور.
شوف ما شاء الله تبارك الله الوضوح كيف، وضوح جدا عالي، وحتى اذا تبغى تسوي زوم شوف كيف حتى الوضوح موجود بالكاميرا ما يسوي زي كذا. واذا مثلا كنت مكان ظلام تبغى تعلي الاضاءه شوف كيف يصير، ومثلا مكان انوار عاليه تبغى تنقص الاضاءه شوف. جالس هنا وصور فيه، حط الجوال في مكان على طاوله ولا اي شيء وتصور تقول موضوعك وتخلص. طيب اثنيان لا الفيديو ولا مونتاج، ونفس الشيء كله موجود هنا. تمزح اكيد يا اثنيان. نفتح الفيديو هنا ونضغط فوق ونختار اول واحد، خلاص هذا هو برنامج المونتاج. تبغى تقص تضغط على هذا، تختار تبغى تبدا من وين، تبغى تقص من هنا، وتقدر تضيف عليه فلاتر، تبغاه بالاسود والابيض، تبغاه بهذا اللون، خليه بني، وتختار اللي يعجبك. رجع طبيعي، تحفظ اسم الفيديو هنا، وبعدها ترفع على اليوتيوب على طول. يعني احس الجوال هذا يسالك ايش مجالك وانا بخدمك. مثلا تقول انا والله ما ابغى اصور فيديو ولا مونتاج، تحب الرسم تضغط هنا موجود القلم. مثلا تقدر تصور دواء منتج تبغاه وتكتب عليه عشان ما تنسى. يعني الاشخاص اللي ما يحبون مثلا قاعد نكتب الجهاز، خلاص افتح الملاحظات وتكتب بالقلم الاشياء اللي بسويها اليوم كذا كذا كذا. تصور اي شيء تون لا تنسى هذا المكان. تصور طبخه تكتب المقادير تحت، ولامد عينك تقدر تختار القلم اللي تبغاه، اللون اللي تبغاه، حجم الخط. عجبتني هذه الفكره، ترسل رساله لشخص عن طريق الكتابه، تكتب له اي شيء تبغاه وتجي له رساله زي كذا. تقدر تصور الشاشه وتحولها الى صوره متحركه، مثلا شفت مقطع على اليوتيوب تفتح اليوتيوب وتصور شاشه المقطع لنوع من التمارين، مثلا لواحد شرح شيء للبرمجه تشوف ايش سوى كذا بصوره متحركه تسوي زيه. في شيء بعد اثنين صح، تقدر تحط شريحتين هنا. مثلا نقول انت عندك زين وموبايلي، واحد شايل جوالين، تحطهم اثنينهم هنا تخلص امورك بجوال واحد. يعني للامانه صراحه جالكسي ابدع بالنوت 8. وشيء بعد يا جماعه، ما عليه والله منصدم، تقدر تفتح شيئين وقت واحد. مثلا تفتح فوق صفحه اليوتيوب، في اشخاص مثلا يحبون يشغلون انشيد، يشغلون القران ويخلونه شغال ويشتغلون على شيء ثاني، سواء بيقعد يحسب شيء، سواء قاعد يرسم، جالس يعدل بالصور، تاخذ راحتك ولا تشيل هم كل شوي تطلع تغير ترجع. قسم الشاشه نصين تفتحهم اثنينهم وقت واحد. في مزايا اكثر من كذا بكثير، بس جالس اتكلم بالاشياء اللي احبها. انا ما عمري شفت تصوير خرافي زي كذا والله. إذا كنت محتار وتبغى تشتري جوال جديد، دقيقة لا تستعجل، ابحث عن المزايا النوت 8، اشوف احتياجاتك، بعدها اشتري. خفيف على كفة اليد، تحطه بجيبك، تسكر السحاب، خلاص، السلام عليكم. لا جد، أي واحد يبغى يشتري زي هذا الجهاز، حاليا متوفر مكتبة جرير، روح أي فرع من فروعهم، قولوا لهم احنا من أصحاب ثنيان ونبغى نشوف هذا الجهاز، وحاليا عندهم عروض، بحط صورتين. وإذا حد عنده أي سؤال بحط حساب جرير تحت، اسألهم أي سؤال ما راح يقصرون معك. طيب يا جماعة يعطيكم ألف عافية على المشاهدة، وبإذن الله راح نشوفكم في الفلوق بكرة اللي هو أول يوم في الحديد. شوف جايين كذا متحمسين، شي كذا 5 كيلو. إذا أول يوم لياقة واشتغلنا كثير، كيف بكرة بالحديد؟ ننتظر فلوق بكرة. السؤال اليوم يقول إيش الميزة الجميلة اللي تشوفها بالجوال؟ اكتب تحت في الكومنتات راح تشوف الأجوبة. كان معكم ثنيان خالد، خليكم دائما ثنيان إيجابيين ولا تخلون شيء يضايقكم أبدا، والسلام عليكم. سلام. كلنا نوقع ان احنا نتحمل المسؤوليه، اي شيء يصير نسويه ولا شيء. يا جماعه في الوقت اللي راحه